هل الموقف الذي أعلنته كتائب القسام من إيران خيار استراتيجي لحماس ويحظى بدعم القوى السياسية داخل الحركة؟ ما صحة المعلومات عن إغداق الإغراءات على حماس لثنيها عن هذا الخيار؟ وهل إقدام الاتحاد الأوروبي على رفع حماس من قائمة المنظمات الإرهابية خطوة في هذا السياق؟ حماس بين المقاومة والسلام في بانوراما.